السلام عليكم. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن التسجيل في الكورسات بتاعة الـ AC، واتكلمنا عن امتحان القبول والتسجيل وكل الكلام ده. بعد كده المفروض انه بعد كده حصل موضوع الكورونا والكلام ده، فبقاش دلوقتي في كورسات في الجامعة، فبقت كل الكورسات اونلاين. فيعني حبيت انقل لكم تجربتي بعد الكورس الاونلاين. هو كان حلو، كان نفس اللي بيحصل بالظبط في السيشنز العاديه اللي في الجامعه. بنعمل كل الاكتيفيتيز هي الكوميونيكيشن حلو جدا. بالعكس انا كان بالنسبه لي الاونلاين في ميزه اكتر، انه ما فيش انتقالات، تقدر تاخده بالليل عادي ما فيش مشكله. فيعني انا فضلت الاونلاين، تقدر ترجع للكورس تاني بعد كده، يعني الكورس متسجل تقدر ترجع تاني ليه. بتخش برضو على المود العادي، نفس الاكتيفيتيز بالظبط. الشيء المميز بقى انه لما جيت اروح اخد الشهادة، عرفت انه الشهادة مش بتتاخد للليفل، يعني اما تاخد شهادة الليفل لوحده، يا اما تاخد الشهادة لما تكون اخدت باكج ليفلز معينين. يعني الباكج متقسمة 4 ليفلز، لازم تكون خدت الاربعة علشان تاخد شهادة ان انت وصلت لحد المستوى ده. لكن لو هتاخد كورس كده من غير ما يكون هو ده اخر كورس في الباكج دي، هتاخد شهادة للليفل ده بس. ايه تاني؟ لما جيت عشان اروح استلم الشهادة، كان لازم الاول اكلمهم ابلغهم ان انا هاجي استلم الشهادة عشان يجهزوها لي واقدر ادخل من على البوابة، لانه دلوقتي ممنوع اصلا حد يخش الجامعة، فلازم ابلغ من قبلها واخده معايا ان انا رايحة عشان استلم الشهادة، عشان تبقى شهادة مجهزة. يعني قبل كده قبل الكورونا كان عادي بنروح واحنا قاعدين بيجهزوا شهادة وتطلع وتطبع وكلها تمام، لكن مع الكورونا وكده لا، ممنوع. لازم الاول ناخد ميعاد ان احنا رايحين نستلم الشهاده. بس كده.